الحكومي اللي انا واحد منهم. وزير طلال حواط، شو بدك تحكي عن طلال حواط؟ وراح خبرك اياها للستوري مثل ما هي، بدون لا زياده ولا نقص. هاي القصه اللي امبارح ذكرت على موقع الام تي في انه في فضيحه مرتبطه بوزير. نعم، وبتمنى هي رئيس الحكومه مش فاضي بجلسه مجلس وزراء، زميلنا ورفيقنا خضر طالب يفرغ له ويوصله. رح توصل رح توصل. ونحن بهالملف رايحين على القضاء، ورايحين على القضاء نيابه عامه ماليه ومدعي عام تمييز وتفتيش. نعم. بيوصلني تقرير رح يصير ملك الام تي في، تفضل، 13 صفحه. كاتبه الاستاذ جان عليه اللي هو رئيس دائره المناقصات. نعم. لرئيس تفتيش المركزي الرئيس جورج عطيه. عنوان التقرير هذا بتشوفوا الكاميرا. تقرير اول عن الصفقات والتلزيمات الحاصله في وزاره الاتصالات اللبنانيه الخاضعه لاحكام قانون المحاسبه العموميه. نعم. ممضي التقرير، بناخذ الصفحه الاخيره هيك لنكون دقيقين، ب 30/5/2017. هلا طازه 17؟ لا سبعتاش. اوكي، اخذنا التقرير وقعدنا نشوف شو في مخالفات بوزاره الاتصالات. شوي بلتقي باحد الاصدقاء اللي بيفهم بالقطاع، قال لي قبل ما تروح تتمرجل لي على بطرس حرب ومحمد الشقير، تعال نشوف نحن وياك شو عم بيصير مع هذا الوزير اللي مسمى باسم تكتل السني. فتنا لنشوف شو عامل هالوزير يلي بتشوفه هيك عن نعس، يعني مش طالع حسه، وهن هول يمكن اكثر شيء بخوفه. بتطلع استشاره، وهلا بنعطيها كمان للام تي في، ب 5/2/2020 عن القاضي جوال فواز، الله يوجه له الخير، والقاضي محمد فواز. نعم. وهيدي عظمه لبنان، فواز مسيحي وفواز مسلم. بتقول فيها هيئه رئيس هيئه التشريع والاستشارات، وراح اقرا حرفي، بتقول فيها: يتوجب على وزاره الاتصالات ممثله بشخص الوزير ان تبادر، يعني وزاره الاتصالات، وبشكل فوري وتلقائي، تلقائي يعني بدون اجراءات، ومنذ الساعة الصفر ليوم الأربعاء الواقع في 1/1/2020 إلى اتخاذ الإجراءات الإدارية والعملية وسواها كافة لاستلام إدارة قطاع الخلوي، مع الإشارة إلى أن تسيير ذلك الحيز من المرفق العام المتعلق بالقطاع الخلوي هو أمر يقوم به فريق من الفنيين والتقنيين والإداريين اللبنانيين تحت إشراف عدد محدود جدا من الأشخاص المعنيين من شركتي أم تي سي وأروسكوم. يعني وين هون الفضيحة؟ حلك الفضيحة. اجت هيئة الاستشارات تقول: شرف يا وزير، حط ايدك على الشركتين وانت بدك تديرهم عبر مديرية العامة للاستثمار والتشغيل. بيطلع الوزير ومذكر تصريحاته، شو بيقول؟ لا نحن مش قادرين نستلم لانه منا جاهزين. بعد شوي شو بيطلع بيقول؟ لا نحن مش قادرين نستلم لانه في كورونا. اصلا تصريحاته بدها ترجمه يعني، وحتى تويتاته بدها ما بفهم شيء عليه، بيطلع تويت بيرجع بيوضح، بيرجع بيطلع التويت بدها محل نفسي لانه مرتبط بمطرحين هلا بنقول شو هن. صار يتهرب من المسؤوليه، ضغطت الثوره والحراك، وهون بنحيي الحراك لانه الحراك لانه خير مطلق ولانه شر مطلق له وعليه. ضغط الحراك، ضغطت الام تي في، ضغطت وسائل الاعلام تقول ليسترد لبنان القطاع الخلوي. طلع فخامة رئيس الجمهورية بيقول لن أوقع على مرسوم تمديد لشركات الخلوي، وعملنا هاشتاج وترند وصرنا ندق على الدربكة وننبسط انه هالوزير القبضاي اللي سموه سنة 8 أزار استرد القطاع الخلوي. تبين يا أستاذ داني أن القطاع الخلوي حتى هذه اللحظة لم يتم استرداده، وبعد أم تي سي عم تشتغل مثل ما هي، وألفا عم تشتغل مثل ما هي. ليه؟ حنقول ليه. واعطاهم مهله نظريه 3 شهور، قال من هلا ليعمل مناقصه جديده. طيب المنطق بيقول اذا انا بدي اعمل مناقصه جديده لدير شركتين ميج 1 وميج 2، ظهر الموجودين فيها ديره لحتى يكون في موضوعيه، مش اتركهم جوا واعمل دفتر شروط جديد. هي اول نقطه خلل. ثاني نقطه خلل، ليش لحد اليوم وزير الاتصالات، رح يجي الأجوبة بعد شوي، ما عين مجلس إدارة يدير هون ويدير هونيك. ثالث نقطة خلل، وقت اللي إجا بده يعين أو يفكر يعين، فكر بالانتخابات، وإنه منجيب وحدة من هون من طرابلس بتنتخبنا، أو منجيب واحد من هون من بيروت بيصوت لنا. لا، أنت لازم تنقي درجة من الكفاءة العلمية والإدارية من قلب الموظفين الموجودين. النقطة الرابعة وهي الأخطر، إنه رئيس مجلس إدارة شركة
الأمتسي يلي على مستوى الشخصي أنا بحترمه وبقدره، لكن هو كتب خطة وزارة الاتصالات. شو قال له الشاعر فيه؟ ايه طبعا قال له فيك الخصام وأنت الخصم والحكم. وشو طلعت الخطة العظيمة؟ بدنا نوفر 50 مليون دولار. أنا من اللي انبسطه. كيف بنوفرهم؟ بنشحط الموظفين. حبيبي انت عم تعمل خطه لوزاره الاتصالات بيكتبها واحد رئيس مجلس اداره شركه مفترض انت تشيلها لهي الشركه من القطاع. انت متاكد انه هالرئيس مجلس اداره؟ انا متاكد، وانا رايح عند الرئيس علي ابراهيم وعند الرئيس غسان عويدات وعلى التفتيش. رح اقول لك شيء اخطر من هيك. بعد شوي ما كيف الانسان عنده دينتين وعينتين، بيركب حد وزير الاتصال دينتين. دين الاولى اسم المحامي عماد حمدان، سجله عندك الاسم عماد حمدان، كان موظف بشركة الام تي سي. نعم. طلع يهدد من فترة بملفات بده يروح فيها على القضاء وعلى التفتيش. بعتوا وراه زبطوه عطوه تعويض $1 مليون. ايش؟ وفل. المليون دولار اخذهم من جيبتك وجيبتي، لأنه الناس بيفكروا إنه الام تي سي خزنتها هي هن هول مال الدولة، هن مشغل. شغل شركة مشغلة، نعم. طيب هلا عماد حمدان عم بيحضر الاجتماعات مع وزير الاتصالات وعم بيكتب عقد المناقصة الجديد، وتعين اليوم محامي بشركة زين. كيف محامي بشركة زين وبين هلالين؟ شركة زين وبيت الخرافي على راسي من فوق، بحترمهم وبقدرهم. بس جماعة مهنية، يعني بالآخر هن بيعملوا مصلحتهم ونحن بنعمل مصلحتنا. طيب هيدا معين بمحامي بشركة زين، كيف بيحضر معك اجتماعات يا حبيبي وبيعطيك استشارة كيف بتسترجع القطاع وكيف تسترد القطاع وكيف تكتب دفتر شروط؟ على الدين الثاني حط موظف اسمه وائل ايوب، اكتب اسمه وائل ايوب، سيفيتو جاسوس على اللبنانيين، راح نقل كل داتا الاتصالات وسلمها للمحكمه الدوليه، باع على المحكمه الدوليه. عم تحكي اتهامات بالاسم. لك انا مسؤول رايح على القضاء، مش عم بمزح. صاروا بيعرفوني، ما خسرت ولا دعوه، وهالدعوه مش راح اخسرها. عماد حمدان موظف بشركه زين، بذات الوقت قاعد حد وزير الاتصالات بيكتب له فتاوى وبيرسم له دفتر المناقصات. وائل ايوب باع داتا اللبنانيين، باع شراء من دون علم شركه الالفا بايام المحكمه الدوليه، وعم ببيعها بالقطعه هون وهنيك. هودي الشخصين مطلوبين من القوات او هو يجيبهم؟ عال كويس. رحنا قلنا يا خي، اتصلت باحد اعضاء لقاء التشاور السني. نعم. قلت له يا رفيقنا يا اخونا يا حبيبنا، انتوا هيدا سميتوه، انتوا حاطين له هول الجوز؟ قال لا اعوذ بالله. طيب انت يا فيصل كرامي، بحبك بعزك بحترمك بقدرك، وماكن مثبت عنك قد ما بدك، انت معني اذا انت عينته ما بقى تمون عليه انت واللقاء التشاور السني، بكره نزال على مجلس النواب اطلب عزله للوزير وحاسب، مثل ما طوني حبشي طالب عزل وزير الطاقه، وخلينا نفلله. اذا جبتوا واحد ما بتمونوا عليه ليحط جواسيس حواليه وحراميه، انزلوا شلوه. الاخطر من هيك، سجل عندك. شو بدي سجل؟ بدي سجل دولة الرئيس حسان دياب. وزير الاتصالات طلال حواط يفاوض شركة زين لكي يعين مديرا عاما في الشركة بعد أن تنتهي الحكومة. يعني بالعربي المشبرح، طلال حواط عم بفاوض على دفتر شروط وعلى أنه يبقوا الشركات عم بديروا مقابلة يوعدوه بوظيفة بعد ما يخلص من الوزارة. أنت يا دولة الرئيس حسان الدياب، عندك دليل عليها؟ هقلك أنت طلعت مضيت الوزراء ورقة أنه ما يشاركوا بالانتخابات النيابية، صح؟ أنا بتمنى منك لنحسم الأمر تمضي كل الوزراء بالحكومة. ممنوع أي وزير يتوظف بس تخلص الحكومة بأي شركة ماضي معه كونتراكت.